آية واحدة تقلب ما في النفس متى فكرنا فيها. من هذه الآيات نموذج هذه الآية التي بين أيدينا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقفات مع قول الحق تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يتفضل شيخنا مأجورا بكلمته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أمتنا غيرها القرآن، كانت على حال قبله فأصبحت على حال مغاير، وأثرت في الأمم بعد أن كانت منعزلة ليس لها تأثير بعد نزول هذا القرآن. وهذا القرآن فيه كنوز عظيمة، معاني تقلب النفوس وتغيرها إلى ما هو أفضل وأحسن، وتغير المجتمعات والأمم. آية واحدة تقلب ما في النفس متى فكرنا فيها. من هذه الآيات نموذج هذه الآية التي بين أيدينا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الآية تشتمل على ثلاث مكونات: جعلناكم أمة وسطا. جعلناكم معناه أننا نحتاج إلى الله في أن يصلح أحوالنا، في أن يصلح أحوالنا، وأن يجعلنا على أحسن منوال وأفضل طريقة، لأن الله هو المتصرف في الكون، وهو سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وانظر للكلمة الجامعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. كيف نستجلب هذا الأمر؟ نستجلبه بعدد من الطرائق. نستجلب عون الله عز وجل لنا، أولها بدعائه جل وعلا، فإن الله قد تكفل بإجابة دعاء الداعين. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وعد من؟ رب العزة والجلال، صادق في وعده، قادر على تنفيذه جل وعلا. ولذلك انظر لهذه الآية الجامعة التي نقرأها في صلواتنا كلها: اهدنا الصراط المستقيم. تمثل لنا نموذج من نماذج الاستعانة وطلب ما ينفعنا في الدنيا والآخرة، ومن وسائل استجلاب نصرة الله وعونه لنا أن نشكره على النعم التي أنعم بها علينا. وشكر الله مؤذن بالمزيد، كما قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. كيف نشكر الله؟ بأن نعترف بقلوبنا أن هذه النعم من عند الله. يا أخي أنت دكتور صح، لكن ترى الله هو الذي يسر لك هذه الدراسة، وهو الذي أعانك عليها، وهو الذي سهل لك الطريق. كم من إنسان أفضل منك في العقل وفي الإدراك وفي الفهم وفي المال وفي الظروف، ولكن لم يهيأ له مثل ما هيأ لك. أراد الله بك خيرا فقدرك لذلك. فاعترف بقلبك أن جميع هذه النعم التي عندك من عند ربك، ثم تحدث بهذه النعم ناسبا هذه النعم لله،
ثم استعمل هذه النعم فيما يرضي رب العزة والجلال عنك. من وسائل الاتصال بالله والاستعانة به سبحانه وتعالى أن نكون مع الله وأن نكون لله. كيف نكون لله؟ نجعل حياتنا كلها لله. أنت كيف حياتك لتكون مع الله. إذا كنت مع الله كان الله معك مؤيدا وناصرا ومعينا. أعطيكم نماذج. أنتم الآن تدرسون علوم نافعة أو تعينون فيها أو تسهلون الوسائل في تدريسها، ألا ينتفع الخلق بذلك؟ إذا نفعت الخلق فأنت قد حققت مراد الله عز وجل، فإن الله قد رغب منك أن تنفع الخلق. إذا قمت بعملك تريد بهذا العمل إبراء ذمتك عند الله عز وجل بأن لا يدخل عليك مالا حرام، وبأن تكون موفيا بالعهد الذي قد التزمت به، فحينئذ تكون قد أطعت الله بذلك، فكنت مع الله سبحانه وتعالى. هذا وسيلة من وسائل شكر الله. كذلك اجعل حياتك كلها لله. يا أخي إذا قابلت أخاك فتقرب إلى الله بإحسان اللفظ والخلق مع أخيك، لأن الله أمر بذلك. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إذا أتيت بالأكل والطعام إلى أهل بيتك انوي بذلك التقرب لله، لأن الله أمرك بأن تنفق على أهل بيتك. لجبت الخبز خل طاعة لله مو بعشانهم يطلبون. حتى في نومك وفي أكلك تقرب إلى الله به بأن تنوي أنه مما يقويك على أداء طاعة ربك والأعمال المناطة بذمتك. فهذا سبيل لاستجلاب عون الله عز وجل، سهل يسير، لكن من الموفق له؟ وكذلك جعلناكم أمة، هذا المكون الثاني، الأمة بمعنى أن نكون متحدين متعاونين، قلوبنا على قلوب بعض، كل منا يريد الخير والمصلحة لإخوانه. متى كنا كذلك كان الله عز وجل راضيا عنا. ولذلك يبتعد الإنسان عن أسباب الاختلاف ما استطاع، التنازع والتضاد نجتنبه بكل ما نستطيع، نتقرب بذلك لله لنكون أمة كما ذكر الله عز وجل في كتابه. ولهذا طلب إبراهيم عليه السلام وإسماعيل من رب العزة والجلال أن يجعل ذريته أمة مسلمة. وقد أثنى الله عز وجل على الأمة عندما تكون أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة. وهناك مقومات تؤدي إلى اجتماع الكلمة، أولها أن نستشعر الأخوة الإيمانية التي جاء بها ديننا الحنيف، نحن إخوة كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، فنستشعر هذه الأخوة، نجعل بين أعيننا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حط بين أعيننا، وبالتالي تتمنى الخير للآخرين، ما تحسد أحدا من الخلق. وهو بلا قالوا التاجر الفلاني بديت تدور وتحكي. كذلك من مقومات جعلنا أمة واحدة التخلق بالأخلاق الطيبة التي جاء بها ديننا القويم. ما نعرف سوء الظن هذا نخليه، هل يفسد بين الناس؟ الانتقام
خلي عنا، هذه تفسد بين الناس. وإنما شعارنا إرضاء رب العزة والجلال بأخلاق فاضلة، فإن أحبنا إلى الله وأحسننا هم أحسننا أخلاقا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نقابل السيئة بالإحسان، لماذا؟ لأننا نعامل الله، نعرف لذي الحق حقه، القريب والوالد وابن العم والجار، كل واحد لحقه، نتقرب لله عز وجل بالقيام بهذه الحقوق لنكون أمة واحدة. من وسائل تحقيق هذا الهدف وأن نكون أمة أن نستشعر أننا في دولة، دولة إسلام ودولة خير، هذه البلاد المملكة العربية السعودية هي موئل المسلمين، وهي التي يأتي إليها أهل الإسلام من مشارق الأرض ومغاربها لأداء أركان دين الله عز وجل، يصلوا في المسجدين وليحجوا بيت الله الحرام ويعتمروا. وبالتالي كل ما يدعم مكانة هذه الدولة نتقرب إلى الله به. عندما يأتي من يحاول أن يشكك أو أن ينزع الثقة بين أفراد الناس، بعضهم مع بعض أو مع دولتهم أو مع مؤسساتهم، نتقرب إلى الله بأن نكون وجها منيعا، سدا منيعا في وجهه. هكذا أيضا هذه الدولة مستهدفة من أعدائها، وأنتم تشاهدون اليوم وتسمعون دول كبرى وإقليمية ومنظمات وتنظيمات، تلقاهم ما يتكلمون عن مشرق ومغرب وإنما يطعنون في هذه الدولة. ليش؟ في من يحركهم وراءهم، ويجونك بأسماء قد تجد رواجا عند بعض الناس لأنها بأسماء لامعة وبراقة. إلى جاك قال الدولة الإسلامية، وش يزين هالاسم؟ طيب وش أهدافه؟ وش موئله؟ وش مقصده؟ من هم القائمون عليه؟ ما هي أهدافهم المعلنة ولا في أهداف خفية؟ ما هي سلوكياتهم؟ ينبغي أن يفكر في مثل هذه الأفكار، لأن هذه تقينا بإذن الله عز وجل مما سيحدث في المستقبل من تظيمات. إن لابد أعداء دين الله يحاولون على هذه البلاد ويخططون لها، وإذا فشلت مخططاتهم السابقة سيجعلون مخططات جديدة. ومن فضل الله عز وجل أن وعي الناس يزيد، وأن هذه الحيالات والخدع التي يحاولونها لا تنطلي إلا على قلة قليلة جدا، وهذا من فضل الله عز وجل. وكلما حاولوا محاولة جديدة كان من ينطلي عليهم هذا المكر أقل، وهذا من فضل الله عز وجل. وأنتم تشاهدون من كان يحاول أن يوجد خلخلة في هذه البلاد في أوائل الوقت، كان الناس قد يتعاطف معهم أكثر، وكلما مرت السنون بإذن الله عز وجل يخبو ذلك. كذلك هذه الدولة أنعم الله علينا فيها بنعم كثيرة، وإذا التفت الإنسان إلى من حوله من الدول وجد أن الفرق شاسع وأن البون كبير. وأنتم تشاهدون هذه الدول لا في أمورها الدنيوية ولا في أمورها الأخروية، وين الأمن؟ وين الرغد؟ وين ظهور شعائر الإسلام؟ وهذه الدولة تقوم مع قضايا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ولذلك نتقرب إلى الله عز وجل بتدعيم مكانة هذه الدولة في نفوس الناس في مشارق الأرض ومغاربها، لا نكتفي بأن نكون غير منخدعين بالدعايات الكاذبة والمضللة
الكاذبة تجاه هذه الدولة، بل نكون مساهمين ممن يقف في وجه مثل هذه الدعايات. وأنتم تشاهدون، نحن الآن في هذه الجامعة الطيبة التي لها آثار حميدة في البلاد، الجامعة السعودية الإلكترونية، موظفوها وأساتذتها لا أقول من مدن بل من بلدان شتى، يتعاونون ويتآلفون ويتقربون إلى الله عز وجل بما يؤدونه من العمل. هذه نموذج من نماذج الخير في بلادنا، والنماذج كثيرة متعددة. فعندما تشارك بكلمة غير مسؤولة قد ينخدع بها أناس، أو تمرر كلمة قالها عدو بالريتويت ولا بغيره، حينئذ ترك تهدم لا تبني، وليس ذلك مما يحقق دين الله في شيء. وقد جاءت النصوص متتابعة بالأمر بحفظ جارحة اللسان. اللسان قد يترتب عليه آثار عظيمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرء لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في نار جهنم 70 خريفا، سواء كانت كلمة منطوقة ولا مكتوبة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نقول إيش؟ كفى بالمرء إثما أن يرتويت الإنسان كل كلمة شاهدها أو سمع أو قرأها بدون أن يتفكر فيها ويتفكر في مآلاتها. ليس كل دعاية تكون صادقة، وليس كل كلمة ينطق بها تكون موافقة للواقع. ولو كانت موافقة للواقع لا يجيز لنا ذلك أن نتكلم بها، لا بد أن ننظر في عواقبها وآثارها، هل تحقق الخير والمصلحة لنا أو لا تكون كذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. قبل أن تتكلم بالكلمة راقب الله، واعلم أنك موقوف بين يدي الله عما قريب، ومسؤول عن كل كلمة ستتكلم بها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فاستعد لذلك الموقف من خلال حفظ لسانك وقلمك، تتقرب بذلك لله عز وجل. أما المكون الثالث فهو الوسطية في هذه الأمة: جعلناكم أمة وسطا. معنى الوسطية أنها خيار بين شرين، فلا غلو ولا انحلال، لا تطرف باستعمال الدين في غير ما قصد الله عز وجل، ولا ترك لمعالم دين الله عز وجل. هذه هي الوسطية، خيار بين شرين. ومن مقتضى هذا أن يكون المؤمن محبا للخير، محبا للأمن والاستقرار، لأنه متى استقرت النفوس كان هذا من دواعي قبولها للحق. شوف البلدان اللي ما فيها استقرار كل يتعصب لمبدأه أو قبيلته أو أي مكون عنده، لكن إذا حصل استقرار وأمن أصبح الناس يفكرون ويتأملون ولا يوجد عندهم تعصب، وأصبح هذا أدعى إلى اتحاد كلمة الناس وتعاونهم فيما بينهم، فحقق الله به من الخير والمصلحة الشيء الكثير. ولذلك صاحب دين الإسلام داعية أمن واستقرار، حتى ولو كان في شيء من النقص أو من عدم حصول جميع ما نتطلبه ونأمله. وانظر إلى
سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيكم نموذج من محاولات الاغتيال التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يجتمع أهل مكة ويرسل 100 شاب كل شاب معه سلاحه لقتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك لما عاد إليهم كان شأنه أن يقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء، من دخل داره فهو آمن. وانظر إلى قصة ثمامة بن أثال، هو من أهل هذه الديار، أمسكه الصحابة وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فربط في المسجد. ليش؟ لأن ثمامة سبق أن قتل بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثمامة، ما تظن أني فاعل بك؟ قال ثمامة: إن تقتل تقتل ذا دم، إذا قتلتني فأنا سبق أن قتلت بعض أصحابك، وبالتالي أنت معذور في هذا الأمر، وإن تعفو تعفو عن شاكر. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ليشاهد المجتمع المسلم كيف أخلاقه، كيف تعامله، وبعد 3 أيام أطلقه. فما كان منه إلا أن دخل في دين الله. وأنتم تعلمون قصة ذلك الأعرابي، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش في واد من الوديان، وتفرقوا في الوادي، كل واحد راح الشجرة يستظل بها ينام. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ سيفه وشهرها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فشام السيف وسقط من يده، لو أنك محله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال الرجل: كن خير آخذ. لو أنك ماخذن السيف الآن، وش بتسوي بالسيف؟ فتركه النبي صلى الله عليه وسلم واستدعى أصحابه وأخبرهم هذا الرجل أصبح منه كذا وكذا، ليعلم أصحابه كيف يتعاملون مع الخلق. ولذلك انظر للقاعدة الإيمانية: ما نقص مال من صدقة، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، من تواضع لله رفعه، كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم. يخالف الموازين البشرية، الموازين إذا أنفقت ينقص مالك، لا، الميزان الشرعي غير: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، بشرط تنفقه لله، سواء على نفسك أو على أهل بيتك أو على قرابتك أو على سبل الخير. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يربي الصدقات. أما الميزان الثاني: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، تقول لا عفوت يتسلط الناس عليه، لا، الله هو المتصرف في الكون، إذا عفوت حينئذ يرفعك الله ويعزك، كلك العز. ولذلك هذا الانتقام شله، قاموس الانتقام مو قاموسنا. ومن تواضع لله رفعه، يقولون ايش؟ إلا تواضعت يا أخي، كل خلكم ارفع وارفع نفسك، لا، تواضع لله عز وجل وحينئذ يرفعك الله، فهو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، ممتنون بعملكم، جزاكم الله خيرا، أنتم أصحاب فضل علينا جميعا بعملكم في هذه الجامعة التي يرجى لها أثر حميد في هذه البلاد وفي العالم أجمع. بارك الله في جهودكم، ونفع الله بكم، وأسعدكم الله. أتقدم بالشكر الجزيل لمدير الجامعة ووكلائها الدكتور خالد على ترتيب هذا اللقاء الذي أسعد فيه بلقاء أحبة وإخوة أتقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم وبالفخر
بأعمالهم التي يؤدونها هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لشيخنا هذه الكلمة الضافية وهذه مجموعة من الأسئلة التي أخذتها من حسابات وسائل التواصل والإخوة المشاركين معنا في البلاك بورد. السؤال الأول معالي الشيخ، عند الحديث عن الاعتدال والوسطية نجد في وسائل التواصل أن كثير يدعي أن كثيرا يدعي هذا الاعتدال أو هذا المنهج في الوسطية، فكيف نميز الحق في ذلك؟ ما هي خصائص هذه الوسطية؟ عندنا خصائص جاء بها دين الله سبحانه وتعالى. من خصائص هذه الوسطية في هذه الأمة الرجوع إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من خصائص هذه الوسطية الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين يحكمون الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وكما قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من خصائص الوسطية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، يوصي بعضنا بعضا. كذلك من خاصية الوسطية السمع والطاعة لله جل وعلا، كما قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. من خصائص الوسطية السمع والطاعة لأصحاب الولاية، لأن تستقيم به أمور الناس وتجتمع كلمتهم، ما نقدم آراءنا ورغباتنا وتطلعاتنا على ما أمرنا الله عز وجل بأن نسمع ونطيع لهم. وهكذا من خصائص الأمة الوسطية التخلق بالأخلاق الفاضلة التي تكون من أسباب رضا الله سبحانه وتعالى ومن أسباب سعادة الخلق. إذن هذه ملامح للأمة الوسط. أما من جاء بالإلزام الآخرين برغباته ومرئياته، أو جاء بأن يسمي بالوسطية ترك الدين، نقول: لا، الوسطية في التزام الدين لا في تركه. وهكذا لما يأتينا من يريد التطرف والغلو بجعله اسم الدين أو بالأخلاق المرذولة التي تؤدي إلى تقاطع الناس أو إلى مخالفة المنهج النبوي في الحياة، نقول: هذا ليس منهجا وسطيا. إذن المنهج الوسطي يمثله النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأخلاق الفاضلة والمعاملة المتميزة التي يعامل بها الخلق. نعم. شيخنا، هذا سؤال، تقول: أصبحت الألعاب الإلكترونية ضرورة للأطفال بضغط المجتمع، ما موقفي كأم تجاه ذلك مع ما يقال عن تأثير هذه الألعاب على الناشئة؟ نحن في حاجة شديدة إلى أن يوجد في الأمة من يستخدم هذه الأدوات والوسائل لتكون محققة للأهداف التي نسعى إليها. كيف نجعل هذه الألعاب الإلكترونية مؤدية إلى إقامة الصلاة والتخلق بالأخلاق الفاضلة؟ كيف نجعل هذه الألعاب الإلكترونية تساعد في بر الوالدين وفي صلة الأرحام؟ وبالتالي هناك واجب على الأمة أن يوجد فيها من يسعى إلى إيجاد نماذج طيبة من هذه الوسائل الإلكترونية.
هناك أيضا مهمة على الوالدين باختيار ما ينفع من هذه الوسائل الإلكترونية، لأن الوالد قد جعل الله عز وجل في ذمته تربية هؤلاء الأولاد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولذلك علينا أن نتقرب إلى الله عز وجل بهذين المنهجين. كذلك عندنا منهج ثالث، وهو زراعة اختيار الطيب في قلوب أبنائنا. عندما نجعل هؤلاء الأبناء عندهم حصانة ذاتية يبلغون وينكرون، مو فقط يكتفي بترك اللعب بهذه الألعاب، لا، إلى اللي قاله برنامج ولا لعبة تؤثر على الأخلاق راح أبلغ عنها، يبلغ والدينه، يبلغ الجهات الإلكترونية التي تقوم بنشر هذه الألعاب، يبلغ المحلات التي تبيع هذه الألعاب. حينئذ نجعل هناك حصانة ذاتية في قلوب هؤلاء الأبناء ليكونوا فاعلين، مو فقط منفعلين، فاعلين في مجتمعاتهم، مو بصالحين فقط بل مصلحين للمجتمعات. هذا الشعور إذا ابتدأ من الولد في صغره استمر معه في حياته كلها، وبالتالي تصلح مجتمعاتنا. هذا سؤال معالي الشيخ يقول: ما نصيحتكم في التعامل مع الحسابات والمواقع التي تتعمد بث اليأس والتشاؤم فيما يتعلق بارتفاع المعيشة؟ إيش رأيكم؟ سؤال في محله ولا مو في محله؟ طيب، الأرزاق بيد من؟ يقين أنها عند الله، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. رب العزة والجلال قد أخبر أن هذا الرزق يجعل لأهل التقوى، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ظنكم يعجز الله عن تحقيق هذا الوعد؟ ولا ظنكم أنه يكذب علينا؟ حاشا وكلا. وبالتالي ترى العبرة ليست بكثرة النقد، كم الرصيد، العبرة بالاستفادة. قد يكون رصيدك قليل لكنك تستفيد استفادة أكثر من ذلك اللي عنده رصيد كثير. هذا البخيل اللي يحط أمواله في البنوك ولا ينفق على نفسه، وفي بيت صغير ومكسفن على نفسه، ترك أحسن منه أبو 10,000، لأنك إيش؟ تنفق على نفسك، تتقرب لله عز وجل بهذا الإنفاق. فليست العبرة بكثرة الرقم، كم من إنسان يكون هذا المال وبال عليه، كما قال الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. صح ولا لا؟ ولذلك العبرة بالانتفاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ هذا مالك الحقيقي، هل اللي تستخدمه، أما هل اللي في الأرصدة ترى ما هو مالك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثنا. قال: فإن مالك ما أنفقت، ومال وارثك ما أبقيت. ومن ثم ينبغي أن نغير هذه المفاهيم المتعلقة. صح، يمكن نقص راتبك 1,000 ريال، لكن أنت أهنى في عيشتك، وأنت أصبح عندك من التدبير والتصرف في المال ما جعلك تبتعد عن بعض الممارسات الإسرافية التي كنت تفعلها في السابق. ومن ثم نقص
راتب ولا بذهب علاوة ولا نحوه، يمكنه خير لك، يمكنه من مصلحتك، يمكنه من أسباب زيادة حياتك المعيشية، يفتح الله عليك بأبواب لم تكن تتوقعها في ماضي أيامك، يصير لك جهد، يصير لك عمل، يصير لك تفكير، يصير لك رأي في ترتيب حياتك مرة أخرى، وبالتالي يكون من مصلحتك. وهذه الممارسات تبتعد عنها، الممارسات الخاطئة في الإنفاق وفي الشراء وفي، تبدأ تفكر. ولذلك يقولون التدبير نصف المعيشة، إذا أحسنت التدبير رتب الله عز وجل لك شيء كثير. وأنت شوف كم من المال بذلته في لا شيء، بدل ما تكلم مكالمة جوال تحط إيش مكالمة بوسائل أخرى، وسائل تواصل تصير أقل تكلفة عليك. تبدأ تفكر في نقص هذه العلاوة، يمكن نقص عليك 600 ولا 1000، لكن يوم صرت تفكر أصبحت توفر شيء أكثر. كذلك يجعلك تخطط في حياتك، ما يروح الواحد يتدين في كماليات أمور رفاهية، لأنه يعني والله يقول ما أدري باكر أخاف يجيني بعد نقص علاوات ولا نقص، يبدأ بدل ما يتدين يفكر كيف يرتب حياته لتلبية متطلباته بدون أن يكون هناك بذل كثير. إذا أحسن المؤمن الظن بالله فالله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أول النهار تروح بطونها فاضية وتعود بطونها مليانة، يعني كفاهم الله ما يحتاجونه. هذه الطيور ما تبي إلا ملية البطن، وهكذا ابن آدم حوائجه يكفيها الله بتوكله على رب العزة والجلال. هذا لعله يكون السؤال قبل الأخير. يقول أنا شاب قارئ واطلعت على كتاب لأحدهم عن السنة الرسولية والسنة النبوية، وذكر أن الأحاديث كثيرة جدا وهذا متعذر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة فقط للتشريع. فيه شخص فاتح له عيادة في إحدى الدول، هذا الشخص غير معروف ولا يدرى من هو، حاط العيادة بزبرقة ترتيب، والله بعض الناس يقولون ترى ما معه شهادة طبية، وبعض الناس تروح له ولا ما تروح له، هو معروف ولا ندري وشو. هكذا في المعلومة الشرعية الدينية، ليس كل من تكلم يسمع له أو يقبل ما جاء به، كما أنك في الطب تروح للمتخصص وفي الهندسة تروح للمتخصص، ما تقول أبا أروح المكتب خدمات الطالب من أجل أن يخطط بيتي يقبل. طيب هذا رحت له وقال أنا أعرف وبدأ يخطط لي وبدأ يشوف لي، يا أخي حتى أنت ما تعرف، المهندس هو اللي يعرف، يعرف وش الأحمال وش يعرف أين يحط الصبات، يعرف هو اللي عنده خبرة. هكذا في المعلومة الشرعية لابد أن يرجع فيه إلى أهل الاختصاص الذين يعرفون ويوثق بهم. هذا شيء. الشيء الآخر، هذه الشبهات التي تلقى جميعها ليس ناشئا اليوم، هل يلقونها أهل الإلحاد ولا أهل العلمنة ولا، كل الشبهات اللي يجون ترى ما هي بناشئة اليوم. حياة الأمة من أكثر من 1400 سنة جميع هذه الشبهات قد مرت، علماء الإسلام أجابوا عنها. ترى اللي يتحجون لا تحسبونهم جايبين شيء جديد ولا أنهم، لا بس
معيدين صياغة أفكار ماضية، بعضهم يستقيها من متقدمين وبعضهم يستقيها أيضا من أناس قاموا على أهل الديانات الأخرى. ولذلك لا تظن أنها أفكار جديدة، هي أفكار مكرورة وهناك أجوبة عنها كثيرة. طيب هذه الأحاديث، يقول أنه يتكلم في الأحاديث، هذه الأحاديث النبوية التي جاءت ألم يعكف عليها علماء الإسلام أهل الاختصاص ويبدون يميزون حال الرواة متتبعينهم من صغرهم إلى كبرهم، متتبعينهم بمقارنة الروايات بعضها مع بعض، ولا يقبلون الرواية إلا بعد أن يثقوا في الراوي ويقارنوا مروياته جميعا بمرويات غيره، لدرجة أنهم يبدون لك يحطون لك ترى فلان أخطأ في الحديث الفلاني بالسبب الفلاني، ورواية فلان عن أهل الشام مقبولة لأنهم أهل بلده وعن غيرهم غير مقبولة، ويبدأ تفاصيل دقيقة 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 عن الرواة واحدا واحدا. أهل اختصاص، أهل الكمبيوتر تلقى عندهم معرفة بأجهزة الحواسب ليست عند غيرهم. لما يجيك واحد يقول أنت بس هالكمبيوتر ذا كله لغة، ليش؟ قال في كمبيوتر عندي تعطل، خذته عقب شهرين جاء فيروس، وبالتالي ما لا يهمونك هالكمبيوترات هذه كلهم ولا يهمونك الكمبيوتر، مش تقولون؟ طيب ارجع تعال يا أهل الكمبيوتر. قال والله هذا جايه الفيروس بالسبب الفلاني بالطريقة الفلانية وطريقة معالجته الطريقة الفلانية، ليش؟ رجعنا إلى أهل الاختصاص. هكذا في المعلومة الشرعية، متى رجعنا إلى أهل الاختصاص أهل المعرفة والفهم، حينئذ يجلون لك يوضحون لك الأمر. بس إذا صرت تسمع من واحد ما عنده اختصاص ولا واحد جته الشبهة وبدأ يتكلم فيها ولا يفكر في حقائق الأمور، ما ينبغي أن تنخدع به، وليس من العقل فضلا عن الديانة أن تنخدع بمثل هذا. السؤال الأخير معالي الشيخ يقول: هل من نصيحة أو عمل بسيط يستطيع عمله أي شخص يساهم في نشر الوسطية والاعتدال؟ وهذا سؤال مقارب، هل مجابهة الأفكار المخالفة لدينا مسؤولية تقع فقط على المؤسسة الدينية؟ وشكرا. مش معنى المؤسسة الدينية؟ أنا أعتبر الجامعة الإلكترونية من المؤسسات الدينية. وش تقولون؟ هل الدين يضادها؟ نعتبر خلاص القائمون فيها أهل الدين. وش تقولون؟ على كل، المسؤولية الشرعية في الشريعة تنطلق من الأفراد. أول ما تنطلق من الفرد. ولذلك قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم هم ابتداء الأفراد، وهم الذين يسيرون على طريقة في الدعوة إلى الله. ومن الدعوة إلى الله مجابهة هذه الأفكار التي تريد منا أن يقتل بعضنا بعضا. والله ما يريد أعداؤكم إلا أن يتخذوكم حميرا يركبونكم، فإن لم يفلحوا في ذلك أرادوا منكم أن يقتل بعضكم بعضا. وأنتم تسمعون كلامهم واضح وتصريحاتهم واضحة، ينسبون إليكم أسماء ويدعون إلى تخلص العالم منكم، ويرغبون أن يكون التخلص هذا بأيديكم. إذن المسؤولية مسؤولية أفراد، الأفراد، كل فرد في الأمة عليه مسؤولية. كل من كان يقول أنا بتبع رسول الله الذي تحصل به النجاة ويحصل به رضا الله ومحبته، فعليه أن يستشعر هذه المسؤولية.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نتبعه بماذا؟ بالتمسك بدين الله والدعوة إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن مسؤوليتنا جميعا بلا استثناء، وينبغي أن نزرع هذه المسؤولية في كل فرد حتى أبو 7 سنين. تراك يا ولدي على أثار، انتبه لا تصير سبب من أسباب تمكن عدواننا منا. ترانا مثل الحلقة، إذا وجد فيها فجوة دخل فيها أهل الشر والسوء والفساد، وأنتم تشوفون محاربة لاجتماعنا، محاربة في تمسكنا بديننا، محاربة في علاقاتنا الاجتماعية، ولهم وسائل. مرة يجون لرغبات النفوس، إما بأمور النساء ومن النساء، وحط مواقع في الانترنت فلانة آل فلان كذب، يحطونها إيش موقع جنسي، يحطونها على القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية، ويقولون واحد متزوج أخته واحد كذب من القبيلة الفلانية. تشوفون هذه الأيام في الهاشتاقات، ليش؟ يبون خلخل التمسك هذا المجتمع بدينه، يبون إيش الشر والسوء يصبح أمرا معتادا، شوي أول شيء ينفرون منه وينكرونه، وبعدين يخف الإنكار يخف الإنكار حتى يصبح واقعا معاشر في حياة الناس. الله يبارك فيكم، الله يجعلنا جميعا ممن يستشعر هالمسؤولية. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال الأمة وأن يكفيها شر أعدائها. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. أسأل الله أن يصلح ولاة أمورنا وأن يوفقهم للخير وأن يجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. بارك الله فيكم جميعا، واعذروني أخذت من وقتكم، الله يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة. آية واحدة تقلب ما في النفس متى فكرنا فيها. من هذه الآيات نموذج هذه الآية التي بين أيدينا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس.